كنت شخصيا مع عيالي الصغار يعني قصه صارت يعني بنتي في الوقت كانت في العمر تقريبا ثلاث اربع سنوات ثلاث سنوات الطفل في العمر هذا يسال عن اي شيء جديد عليه اكيد يسال من براءه لانه يبي وش الموضوع اكيد فكنا في زياره في المنطقه الشرقيه والبحر هذا واضح بحر ولكن في الجهة الثانية في المقابلة في تجمعات مائية كذا متفرقة وعليها إيه وعليها طيور يحلون من هنا ويطيرون من هنا فبكل براءة أطفال يعني قالت لي بابا نعم قالت هذا مسبح عصافير أها أنا ضحكت إي في خاطرها شوي كذا قلت رمز البراءة والنقا والطفوله شافت لها عند البحر منظر غير شافت لها طيور على المعجوله قالت لي بابا هذا مسبح عصافير الله فسبحان الله بعد فتره اصغر ابنائي كنا في السياره وفي قدام الحديقه اللي حديقه الحي في ارض فاضيه وفي حمام مجتمع واجد قال بابا هذه مدرسة حمامات مدرسة حمامات yeah. <applause> فقلت ردود أفعالك وطهر أنفعالك اصبر عشان اذكرها بس لانها جديده هي <applause> يلا لك <لا> اللي تبي تريد <applause> اي يقول لك ردود افعالك وطهر انفعالك واجمل تفاصيلك وبيض ابتسامات كل البراءة شفتها في سؤالك هو صدق هذه مدرسة للحمامات؟ هو صدق هذه مدرسة للحمامات؟ <applause> الله أكبر ممتاز ممتاز هذه تغريدات جميلة جدا يعني فعادة أن الأطفال يعطونك أفكار واقتباسات جميلة جدا ما هو حتى الأفكار يعني أنا أذكر لك أول سفرة لي سافرت المنطقة الشرقية أبغى أسجل فرامكم واخواني عيال خالي من سعيد الله يطول عمره من سعد بن عويض ومحمد الله يرحمه كانوا في الدمام ويا الله وصلت هناك مع واحد برضه الله يرحمه من جيراننا رحمه الله عليه على والدينا والديك من جميع المسلمين وصلنا للرياض في اتعس حظ من شده البرد اللي اللي ذبحنا طول الطريق والله اني اذكر لفه في ديراب باقي هناك خط مكانها الخط الوحيد اللي باقي من الخط القديم نعم طالعين من عندها يا معاذ اتذكر الموقف في الليل ما ادري اي وقت طبعا في شفر انك تقول اني في فريزر السياره دي ما فيها سخان ما فيها شيء والسواق عليها عباه ولا اني يعني عذاب رحله عذاب من البرد وخويي ما عنده شيء الله يرحمه توفى طبعا من عليان ولكن صديق من يومه الصغير ورجل محترم ما عنده شيء وين جينا نزلنا في الغرابي الغرابي الحاله تعسه يعني من عندنا لكن نبغى ناخذ لنا فراش كانوا تعرف القهاوي نعم يعطونك فراشة اقل شيء كذا ما حصلنا عندهم شيء حصلنا كرسي من الاولات هذه اللي كانت بالخزف ما ادري الخوص او كذا مشقوق قال تبغى تجلس على هذا النص مشقوق يا الله وفي جنب من هنا وجنب من هنا ندور كراتين ونتجمع كذا بروسنا واحنا نجلس من انت يعني زي التعيه زي ما يقولون من اشق الرحلات اللي شفتها وهذه اول سفره يعني قلت متى بروح للدمام؟ قال الصباح بس السيارات هذه يعني ما جاء الصبح وطلعت الشمس نتدفى شويه تعرف برد الرياض زمان ترى الحين ترى في برد وقوي لكن لا اخف الرياض ليه؟ لانه مكيفات شغاله السيارات كثر وكذا صارت كذا بما الشيء الثاني اللي مصداق الكلام هذا المناطق اللي فيها اشجار خضراء تخفف من الحراره تلطف من الحراره وهذه يعني الموت شفنا يوم طلعت الشمس نروح ندفى وكذا وادري ايش اللي حصلنا من اكل لقينا سياره كويتيه من البكس هذا الطويل شفر قالوا باقي عندنا الاخير اللي في الشنطه تركبون معنا اياك مره اذكر اللوحه الكويتيه تمام بالله بنركب الحين ما ضقنا من الشمس الا الكتمه أبغى الدفاع الدعوة انا اللي كنت ابغى اصل له انا سؤال بسيط عن البحر لكن وددت اني اذكر هذه القصه من المعاناه اللي عانيتها مشينا الطريق بين الرياض والدمام طريق واحد نعم <applause> و ويحطون على جنب الطريق قار حتى يمسك ليش زحف الرمال نعم <applause> ايضا نمشي فتره كذا وتعدت الرمال الحاجز هذا وسكرت الطريق نوقف لين يدوروا خط تطلع السياره يعني فوق هذا كله ما كانت مستمره السيارات على طول <applause> ولا كذا حتى تطيره بالسرعه ولا كذا ابد يعني وصلنا الدمام من الصباح يمكن ما وصلنا لا بعد العصر او ما ادري متى او حول المغرب وصلت عند نسيبي ولد خالي قال لي هذا هو وداني عنده قال هذا محل لانه هو يعرف الدمام هو يعني هذا الله يرحمه الجنه وصلني عندهم في البريد المركزي في الدمام كانوا موظفين بالاولى في حينها هو عايض بن شلين كانوا يسمعوننا الله يمسين بالخير جميعا نروح البيت قلت لا لا وين البيت وروني البحر اشوف ايش البحر هذا اسمع بالبحر لكن ما ادري ايش البحر هذا قال رجال الحين الليل ومم دنك قلت اقول وروني البحر قال خلاص بكرة أبشر. قال من بكرة روحنا نشوف ايش البحر هذا وش فلا تشرع عصير انا قدني كبير يعني لكن ما اعرف لا بحر ولا في تلفزيونات تنقلنا بحر ولا في وسائل تواصل الحين عاد الصغير يعلمك باخبار الدنيا لا كلها لا فلذلك البحر كان ما ادري شو البحر اسمع بالبحر بحر بحر بحر, لكن شو فما ارتحت حتى راحوا وروني البحر ثاني يوم ثم رحنا لارامكو وانجبروا هم او تشوقوا انهم يروحون معي وسحبتهم من الوظيفه حقهم وراحوا سجلوا معي وللاسف استمروا وانا حصل لي ما حصل ورجعت بعد مده من أرامكم ولا رد الله فطرها البحر طرق البحر وسؤال البريء من من البنت الله يحفظهم لك ويحفظك لهم وزد اعطنا من القصص من القصه اللي قدام شيء انت ترى ذلك قصيده اللي تبي طيب قصص واجد نبغى قبل الأذان في نظامنا هنا بعد نأذن ونكمل شوية نعم. بعض الأمور ثم نصلي ثم نكمل إلى الساعة الرابعة إن شاء الله